أهمية كبيرة يمثلها وجود الأخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس، فهم يؤدون أدوارا مهمة في توجيه سلوكيات الطلاب ومعالجة ما قد يطرأ عليهم من مواقف قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية وحياتهم الاجتماعية أيضا. وتعزيزا لهذه الجهود وتجسيدا للشراكة بين المؤسسات المختلفة، نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي ملتقا جمع عددا كبيرا من هؤلاء الأخصائيين استمر ليومين متتاليين. هذا الملتقى استهدف جميع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة البريمي. تم تعريف المعنيين بآليات الحماية وقانون الطفل وجميع الخطوات التي خططها السلطنة في السنوات الأخيرة، منها إنشاء دائرة الحماية الأسرية وتدشين خط حماية الطفل، كذلك أيضا تعيين مندوبي لحماية الطفل في جميع المحافظات. أهمية هذه اللقاءات التربوية بيننا وبين الهيئات الحكومية في محافظة البريمي أن تثقل عمل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة وتنمي قدراته وتجعله على اطلاع عن قوانين حقوق الطفل. الملتقى في جلساته الأربع طرح موضوعات ارتبطت بقانون الطفل ولجان الحماية والتشريعات والجزاءات القانونية في هذا القانون ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال وإرشاد الأطفال وقت الأزمات. خلال اليومين الماضيين عرفنا أن في قانون للطفل ولجان مسؤولة عن حماية الطفل ومؤسسات لها دور في حماية الطفل، ونستفيد منه ويساعد المجتمع في حماية الطفل ويساعد المدارس أيضا في المساعدة والمساندة لحماية الأطفال. مثل هاللقاءات للأخصائيين الاجتماعيين من مختلف الوزارات اللي هن في المحافظة لها دور كبير في توطيد العلاقة وتسهيل اللي هي الإحالة للحالات الخاصة في بين هذه الوزارات، مثل الشرطة والصحة والدفاع وأيضا التربية بشكل عام. استفدنا كثير من هذه اللقاءات اللي هي انسلط الضوء على حماية الطفل وعلى حقوقه وكيفية نتعامل مع هذه الحالات. الأوراق المقدمة طرحت أيضا أساليب مقابلة الطفل الضحية وقانون مساءلة الأحداث والبيت المثالي، شارك في تقديمها نخبة من المختصين من عدد من المؤسسات. تنظيم هذا البرنامج جاء متزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، وهو أيضا ضمن البرامج التي اعتمدتها دائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة ضمن خطتها الإنمائية. أنور بن زاهر، الغريبي، محافظة البريمي.